في خدمة الأعلام وتكنولوجيا صناعة الصورة وفي خدمة البيئة كذلك. هذا هو المقر الجديد للمنطقة الإبداعية في جزيرة ياس التابعة للمنطقة الإعلامية الحرة 2454. لقد صممت المنطقة وفق أفضل الممارسات البيئية والمستدامة، وأنشئت بما يتماشى مع رؤية استدامة أبوظبي 2030 بتصنيف استدامة لؤلؤتين، حيث يمتد المقر على مساحة 95,000 متر مربع. تم إطلاق المرحلة الأولى في عام 2021 ليضم مرافق إنتاج وفق أحدث طراز، وبوجود ممرات للسير ومسارات للدراجات تتيح سهولة الوصول إلى كل مرافق وخدمات المنطقة. يحقق التصميم الذكي واحداً من أهم أهداف الاستدامة بتقليل البصمة الكربونية للأفراد قدر الإمكان. على امتداد المقر لا يوجد أي استخدام لوحدات مائية جمالية كالنوافير ومساقط المياه، مما ساهم في الوصول إلى توفير باستخدام المياه عن المقرات المماثلة. وعلى مستوى استهلاك الطاقة لا يستخدم المقر في كافة مواقعه إلا وحدات إضاءة موفرة للطاقة. يثبت مقر المنطقة الإبداعية ياس أن الإبداع في الأفكار وتخطيط المشروعات قد يترافق مع الإبداع في التصميم لتحقيق مفهوم الاستدامة عملياً على الأرض.